بالفعل مشاهدينا الكرام، يسرنا أن نستضيف المراقب الدائم للجامعات العربية لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد العزيز لكي نلقي مزيدا من الضوء على ما حدث في قاعة مجلس الأمن اليوم. سفير ماجد عبد العزيز، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك، شكرا. أود أن أبدأ، لماذا معارضة المجموعة العربية لمشروع القرار الأمريكي باختصار؟ لأن مشروع القرار الأمريكي لا ينص على وقف إطلاق النار، ينص على دعم كافة الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، بما معناه دعم الجهود اللي بتتم خارج الأمم المتحدة اللي هي مصر وقطر والوساطة. احنا مؤيدين لهذه الجهود، ولكن إسرائيل تضع كافة العقبات أمام هذه الجهود حتى تؤخر من التوصل للاتفاق. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، أنه في إشارة ضمنية لإمكانية استمرار العمليات الحربية بعد التوصل لهذا القرار، ولمطالب من إسرائيل بمراعاة الاعتبارات الإنسانية في العمليات الجارية حاليا ومستقبلا في رفح. في رفح مش مكتوبة، ولكن مفهومة. مفهومة أنها في رفح. نعم. نعم. نمرة ثلاثة، أنها بتنقل اختصاصات الأونروا إلى اختصاصات الآلية التي تم إنشائها تحت رئاسة سيجريد كاج في القرار 2720. في ثلاث فقرات حول سيجريد كاج. في ثلاث فقرات على بحيث أنها تسحب الأونروا من الجمعية العامة من القرار 302 إلى مجلس الأمن وتديها لجهاز تابع لمجلس الأمن، وده مرفوض تماما من ساعة ما صدر القرار. استعدادا لحلها. بالضبط. بالإضافة بقى إلى حاجات تانية صغيرة بقى، اللي هي موضوع السكشوال فايلنس، العنف الجنسي الجنساني، واتهامات مباشرة لفلسطين، بينما اللجنة اللي راحت منعت من دخول الأراضي الفلسطينية ومنعت من التحقيق مع 6000 أسيرة فلسطينية موجودين في السجون الإسرائيلية، وللتعرف على ما إذا كانوا بيتعرضوا أيضا لانتهاكات ولا لا، وبالتالي مرفوض هذا الكلام. عناصر كثيرة جدا، وأيضا هو ملغم ملغم بكل المسائل، وبالتالي عرضته تماما المجموعة العربية. نعم، وبالتالي أعطت المجموعة العربية رخصة لروسيا لاستخدام الفيتو ضده، لأن روسيا تذكر القرار 2720 للإمارات كانت ضد مشروع القرار الإنساني ووصفته بأنه رخصة للقتل في ذلك الوقت يعني، ومع ذلك امتنعت عن التصويت لتمريره، لأن المجموعة العربية أيدت مشروع القرار الإماراتي في ذلك الوقت، ولكنها هذه المرة استخدمت حق النقد أو الفيتو ضده ومنع صدوره. ولكن لماذا انضمت إليها الصين؟ كنا نتوقع أن الصين قد تمتنع عن التصويت، هل هو بسبب قرب رحيل السفير الصيني من نيويورك؟ لا، بسبب الموقف العربي الجماعي، انه لما توصلنا الى موقف عربي جماعي بلغناه لكافه الدول الاعضاء في مجلس الامن، اولهم الولايات المتحده، قلنا لها احنا هنعارض القرار بتاعك، وثم الى باقي الاعضاء الدائمين. الصين دايما تنحاز الى مواقف المجموعات اكثر من انحيازها الى مواقف الدول. نعم. وبالتالي كان هناك لها تأثير وواقع كبير جدا على الصين، أن المجموعة العربية كلها بلغتها أن احنا معارضين لهذا المشروع، وبالتالي ده يمكن تلتد البالانس. واشترطوا طبعا أنه الجزائر هيكون مصوت ضد القرار. نعم. قلنا لهم طبعا الجزائر هيصوت ضد القرار، وبالتالي صوتت الصين ضد القرار ومارست حق النقد. هناك مشروع قرار هام سيتم التصويت عليه الساعة 19 جرينتش، يعني بعد 4 ساعات من الآن، في مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان الفضيل. طبعا رمضان 11 يوما منه قد مروا، وهل تعتقد أن الولايات المتحدة ستسمح بتمرير مثل هذا القرار الذي يحتوي على 3 فقرات إجرائية هامة، هي وقف إطلاق النار، إطلاق سراح الرهائن، وإدخال المساعدات؟ هل تعتقد أن الولايات المتحدة التي تريد إنقاذ الأرواح كما سمعنا من السفيرة ليندا توماس غرينفيلد السفيرة الأمريكية في مجلس الأمن، هل ستسمح بمروره؟
الولايات المتحدة كما ذكرت المندوبة الدائمة في اجتماع جلسة مجلس الأمن ليست متعاطفة مع هذا القرار، طالما أنه لا يتضمن إشارة مباشرة إلى الجهود التي تبذل خارج الأمم المتحدة. والقرار يتضمن إشارة إلى الجهود التي تبذل خارج الأمم المتحدة، ونعلم تماما الاجتماع رفيع المستوى لقادة أجهزة المخابرات اللي حيتم اليوم في أو تم اليوم في الدوحة، وبالتالي نحن متعاطفين مع هذه الجهود ونؤيدها ونسعى للتوصل لاتفاق فيها، ولكن التعنت الإسرائيلي هو الذي يحول دون التوصل لاتفاق. المجموعة العربية ما زالت في مرحلة تفاوضية مع من خلال الجزائر مع ومن خلال الإيتن مع الولايات المتحدة الأمريكية للتعرف على مشاغلها. إذا كانت هناك أي تعديلات لا تضر بالموقف العربي ولا تتنافى مع المقاصد الرئيسية من هذا القرار، إنه ده قرار مش عربي فقط، ده عربي إسلامي، وبالتالي بيضيف البعد الإسلامي للتعامل مع الموضوع، وهو وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان. ندي فرصة 20 يوم علشان نقدر إن احنا نتفاوض ونوصل للاتفاقات، وبيقول إطلاق سراح الرهائن، وبيقول توصيل المساعدات الإنسانية للرهائن وللفلسطينيين. وبالتالي دي كلها مطالب الولايات المتحدة حطها في مشروع القرار بتاعها. إذن لا يمكن إن احنا نقبل تعديلات تكون ترجعنا تاني إلى المربع الأول، وبالتالي منتظرين نسمع من الولايات المتحدة. قد يتأجل التصويت إذا ما طلبت الولايات المتحدة بعض الوقت لإعادة النظر في موقفها، إحنا مرنين ولكن لن نتجاوز حد زمني بكرة الصبح إن شاء الله بأن إحنا نصوت على هذا القرار بحد أقصى، يعني بحيث إنه شهر رمضان كما ذكرت خلاص عدى منه 11 يوم ودخلنا في اليوم ال 12، وبالتالي يعني هيصبح القرار غير ذو قيمة إذا تأخر عن ذلك. ماذا عن مشروع القرار الفرنسي؟ نعرف أن فرنسا لديها مشروع قرار يشمل ثلاث قضايا هامة، وهي وقف إطلاق النار، ثانيا النظر في من يدير غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة، وثالثا التعامل مع قضايا الوضع النهائي لعملية السلام في الشرق الأوسط، الحدود، القدس، اللاجئين، المياه وما إلى ذلك. فرنسا لم تقدمه حتى هذه اللحظة إلى مجلس الأمن، انتظارا لرؤية ما يحدث مع مشروع القرار الأمريكي وطلب من الولايات المتحدة إلى باريس. الآن ما تتوقع أن تقوم فرنسا به؟ ما تقوم فرنسا به سيتوقف على ما سيحدث أيضا في قرار مجموعة الدول العشرة الغير منتخبة، اللي هو الإيتن بتاع وقف إطلاق النار وفي خلال شهر رمضان. وبالتالي فرنسا مش مستعجلة بالنسبة لمشروع القرار بتاعها، مش مستعجلة لأنه لا يمس قضايا أساسية وحيوية. هي تنتظر تعرف أولا نتائج المحادثات في الدوحة هتوصل إلى فين، وده بناء على طلب الولايات المتحدة، لأن فرنسا كانت تنوي التقدم بهذا المشروع الأسبوع الماضي. صحيح. والولايات المتحدة طلبت منها أنها تأجل ذلك لحين التعرف على نتائج جولة المباحثات في الدوحة. ففرنسا برضو من الدول المتعاطفة مع القضية الفلسطينية، قالوا طبعا ننتظر، ولكن هي بتتعامل مع قضايا السياسية أكثر مما تتعامل مع القضايا الحالة الإنسانية المتعلقة بالوضع الإنساني المتدهور نتيجة الأعمال العسكرية. فيعني لسه لما نشوف مشروع القرار يبقى لنا حديث آخر في هذا الموضوع إن شاء الله. المراقب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد العزيز، نشكرك دائما على أفكارك النيرة ومشاركتك لنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.